ماذا بعد؟ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. والله يريد أن يتوب عليكم. وقف، من الذي يريد؟ الله. ماذا يريد؟ يريد أن يتوب علينا أجمعين كلنا، وعلى المشاهدين اللي يشاهدون الآن. والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات يفرح الله بتوبته. الله، من الذي الله اكبر الله اسال الله الله يفتح عليك يا شيخ. الله، واقسم بالله ان اكبر هدف لنا من هذا اللقاء ان يطلع الله عز وجل علينا وعليكم فيرضى عنا. الهي